Bismillah ar ar bonjour tout le monde. On va continuer l'explication des chapitres de Candide au l'optimisme de Voltaire. Donc, on va l'explication des de chapitres il Condide, il a de Candide de de Voltaire. Maintenant, on est arrivé au chapitre numéro 7, au chapitre 7

لا يسون غوتورني يعني فاش بدا كيسترجع شي شويه القوه ديالو سو سوتونو ابين يلاه بزز باش بدا كيوقف على رجليه بريشي داروا له الوعد داك الوعد داك الخطابات دا ديال الديانه المسيحيه وداك الشيء فسيك للعصا ابسو يعني لو فيرب ابسو دغيا يغفرولو يعني تاب بيني داروا له الطقوس الدينيه ديالهم باش يباركوه لوغسك اون فيي لابوردا هنا واحد المراه لاحظت جات عندو لابوردا هنا لو فيرب ابوردي في الباس سامبل يعني قادي السرعه ابوردا اي لوي دي له مون فيس بروني كوراج اي سويفي موا بروني كوراج يعني تشجع ولكن هنا ماشي تشجع زعما القضيه ديال كما تنقولوا حنا ضد الجبن لا تشجع هي زعما هي حاولت غي حاول تسترجع لقوى ديالك يعني عارفك انت منهار يعني كليتي العصا مدكدق مسالي مسخسخ لا قلت له غي حاول زعما تشجع حاول تسترجع شويه الطاقه ديالك حاول دير النفس حاول زعما هذا وتباني وسبي في لاحظوا من هاد المره هذه من اللي جات بحله فتحات له واحد الامل لان هي اللي غتتخرجوا من, من هاد من هاد العصاب اللي كان كياكل كي ملي له تبعني يعني غادي تديه يعني ما غي ما يبقاش الماء باش ياكل العصا دونك بحال لا واحد واحد البارقه ديال الامل وسط هاد المشاكل كامل اللي عاشا كونديد العصا وحرب هذا يعني اول مره كتفتح واحد الباب ديال الامل ملي المراه كتنقضوا من داك ال... من داك لا ال... اللي كان فيها دابا قلنا غادي غادي يمشي تبعها كومون اون فيي بري سوين دو كونديد كيفاش هاد المرأة العجوز ستأخذ ستعتني بكوندي اي كومون ايل غوتخوفا سو كيل إيمي وكيف سيجد من يحب هنا غنحاول ما غنحاولش نشرح هذا حتى نسالي لو شابيتغ لانه كما قلنا ديما كيفضحنا الاسرار هذا لافيي الدور ديال لافيي وما شرحنا قال لك لافيي سي ان بيرسوناج تيب دون في لا ليتيراتور واحد الشخصيه دائمه كتكون في لا ليتيراتور هي سي سل... سولفي دو لونتروميتوز كتكون بحال واحد واحد الانسان اللي كتلعب الدور ديال الوساطه اه... فريكون دون لو رومون دوك لي رومون القدام ديال القرن 17 القرن 18 كتلقى ديما واحد المراه اللي كتكون مثلا كت... كت كتكون واحد الوسيط ما بين ما بين البطل ديال القصه والمعشوقه ديالو يعني. حنا غادي نشوفوا هذه المراه هذه الدور اللي غادي تلعب كوندي نو بري بوان كوراج يعني ما كونديد بحال ما تشجعش ماشي ما تشجع يعني ما استرجعش القوه ديالو باش يقدر يتبع لانه منهك راه كلا العصا بزاف مع الحبس 8 ايام ديال الحبس دونك شي دونك راه القضيه حامضه كونديد نو بري بوين كوراج نو بري بوين هنا نو بوين بحال كنقولو نو با نو بوين بحال تقريبا نتوما دابا اعتبروها بحال نو با بري سو لو فيرب بروندر هنا في لو باسي سامبل لاحظوا عندنا هنا الباسي سامبل وهنا في الاخر كان عندنا الباسي سامبل لان ابوغدا والويديتا هي في الباسي سامبل دونك ردوا البال مزيان معايا لهاد الباسي سامبل لان هو 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 لو طون ديال لي رومون ديال لي زيستوار ديال لي ريسي هو اللي كنستعملوه بزاف في الباسي سامبل ماشي بوحدو ولكن كنستعملوه بزاف مي اي سويفي لا فيي ولكن خاصك تبعها تبعها يعني استطاع انه يتبعها بديك ال... داك ال... يعني العياء ديالو دون اون مازور لا هي واحد الدار يعني رايبه شي شويه ماشي شي دار يعني كيما تنقولوا دار دار يعني مزيانه ولكن شي دار مخربه لا مازور دونا ان بو دو بوماد لاحظوا هنا ديما مازال عندنا لو سامبل إلوي دونا ال هي ديك المراه لا فيي لوي الى يعني كونديد دونا عطاتو ان بو دو بوماد عطاتو واحد القرعه ديال البومادا يعني الدهنه باش يدهن يدهن راسو بور سو فروتي علاش عطاتو داك 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 البومادا بوغ سو فخوتي سو فخوتي يعني يحك الجلد ديالو داك دي داك البلايص اللي كلا فيهم العصا يبردهم شي شويه بالبومادا باش يدهنا داك المرام اللي صا مونجي الوي اللي صا مونجي يا بوا خلاتو ياكل ويشرب يعني داك لا شومبر ديك الدار اللي فين داتو فيها شويه ديال الماكله ويشرب ال لوي مونطرا ان بوتي لي وراتلو

لوي دي تيل <سؤال> قالت له كول وشرب ونعس لاحظوا هنا عندنا لو ديسكور ديريكت لو ديسكور ديريكت يعني كتهضر معاه بشكل مباشر ولو ديسكور ديريكت فاش كنخدموه في لو ريسي عنده بزاف ديال الادوار اما كان عنده واحد الدور ديال بوغ اكسيليغي ان بو بو لو ريسي باش نسرعوا شويه الوتيره ديال القصص لان فاش كدور الحوار مباشر يعني القصه كتزرب يعني بزاف ديال المعلومات كدوز اي اون بليس باش نحيدوا داك الملل ديال القارئ اللي مابقاش يقرا غير دائما كانوا 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 كان نوليو ندخلو في الحوار المباشر اي بوغ دوني اون في على ليستواغ باش نعطيو حياه لديك القصه اللي كتبان شويه ميته ولكن فاش كنحييو لي بيرسوناج يتذكروا مباشره بحال هادوك اللي البيرسوناج كيوليو حيين بحال كتبان القصه يلاه كدور قدامنا دابا دونك بوغ دوني اون في على ليستواغ لوي ديتيل قالتلو له et que notre dame d'atoche d'atocha que notre dame يعني سيدتنا داتوشا سيدتنا بحال حنا كنقولوا ولي من اولياء الله ولكن هما عندهم تاع تل, الاول تاع يعني المؤنث مسيو سانت سانت انطوان سيدنا سان انطوان ولا مولاي سان انطوان بحال بدنا نقول حنا سيدي علي سيدي قاسم سيدي سليمان سيدي دو بادو اي مونسيور وسيدنا لو سان جاك دو كومبوستيل جاك دو كومبوستيل دونك هادو لاحظوا هادو اسماء ديال الاولياء اولياء الله ديالهم هما ماشي ديالنا حنايا الا إيه هبطنا للشرح ديال هاد الاولياء هادو غادي نلقاو انهم لاحظوا هنا بعدا ذكرت له ثلاثه الاولياء دونك سيتي انيميراسيون دونك عندنا الفيغور دو سيل هنا لينيميراسيون ذكرت له هاد لا دام داتوشا مونسيور سانطوان وهاد مونسيور جاك دو كومبوستيل قالك اسيدي ديك نوتخ دام داتوشا هاد اتوشا هادي شنو هو شنو هي السيده هادي هاد السيده قال لك واحد لا فيرج اون سانت يعني واحد بحال اللي قلتي تنقولوا العذراء الحامل الحامله اذا المراه حامله ما معنى المراه حامله يعني غتولد لنا واحد الولد ما معنى الولاده يعني الحياه جديده ربما كون ربما هذه اشاره ان كونديد غيتولد من جديد ربما الان غادي يعيش السعاده يعني من بعد ما دوز المشاكل الى ترافيرسي كاع دوك

هل <حلسنت> انطوان هو علاش كيذكروه تما يا لك سيدي هو هذا خلق في ليزبون هذا من ولي من اولياء ديال ديال لشبونه غالبا كيذكروه كي, كي وكيعيطوا له باش يلقاو الاشياء اللي تالفه بحال دابا الا تلفات لك شي حاجه حنا مثلا بالنسبه للمسلمين تيقول كتلفات لك شي حاجه بقيتي كتقلب عليها في الدار ما لقيتهاش كتبقى تقرا سوره الضحى حتى تلقاها يعني سوره الضحى كتساعدك باش تفكرها وهما بالنسبه لهم في البرتغال داكشي كيذكروا كي هاد سانت انطوان يعني باش يلقى الاشياء الضائعه دونك هو ضاع له بزاف ديال الحوايج ضاعت له العائله ضاعت له كينيكون ضاع له بونكلوز ضاع بزاف د الحوايج ربما ذكرات له هاد الاسماء اللي ساعدوه انه يلقى دوك الناس اللي ضاعوا له اي مونسينيور جاك دو كومبوستيل هاد جاك دو كومبوستيل عاوتاني هذا واحد واحد يعني من رجال الدين رجال الدين القديمه من اولياء الله ديال اسبانيا هو كان خلق فلسطين ولكن عاش واخا كيتذكروه في اسبانيا بزاف في اسبانيا بزاف سيرتو لي دونك علاش ذكرت له هاد الناس هادو ربما تلميح لشي حوايج جايين في الطريق احنا غادي نشوفوهم من بعد قالت له هاد الناس زعما بخين سوان دوفو هادو يعتنيو بك بحال تنقولوا الله يحفظك وباسمي مثلا يا مولاي الشيخ الكامل كذا حفظ لي فلان وكذا راك عارف الدعاء اللي كيديروا الناس اللي كيامنوا بهاد الطقوس هادو جو غوفياندغي دوما قالت له غادي نرجع غدا كونديد توجور ايطوني مازال تالف مازال تايخ مازال مبهوض مازال ما عرفتش كاع اش واقع لان الله كلا العصا وداك الشيء دو تو سكي لا لع... دو تو سكي لافي في Ba'ekheni Dekhili-chef avait vu, c'est le verbe, le verbe voir, le plus que parfait. Tout ce qu'il avait souffert, c'est le verbe souffrir il y a un an, le plus que parfait, et encore plus de la. لا شاريتي دو لا فيي ديك لا شاريتي لا شاريتي نورمالمون هي الصدقه وهنا بحال نقولوا ديك الطيبوبه د القلب يعني هاد التهليه اللي تهلات فيها هاد لا لا فيي هاد لا فيي الشرفه هادي فولي لوي بيزي لا ما بغا يبوس ليها يديها بغي يقبل ليها يديها يعني فيه لاحظوا بانه فاش كانت تهلا فيه جاك باتيس كان بغي يبوس رجليه وتيركع له على رجليه هادي بغي يبوس لها يديها نفس السيد لانها كوندي راك ما عارف انت تيبان فيه الخير سو ني با ماما كيل فو بيزي قالتلو راه ماشي يدي سو ني ماما ماشي يدي اللي خاصك تبوس قلت شنو خاصو يبوس شنو خاصو يقبل دي لا فيي قالت هاد الشرفه هادي جو ريفيندغي دوما ساعود غدا فخوتي فو دو بوماد قالتلو حك بهاد البوماد يعني دهن هاد البوماد مزيان مونجي اي دوغمي وكول ونعس وانا غدا غدا نرجع لعندك كونديت مالغري طون دو مالور رغم مالغ غير مرما بزاف طون دو يعني عدة المالوغ يعني المآسي اللي دوز مونجا اي دورمي كلا و نعس لاحظو لو مونجا هنا دورمي توجو هما في الباسي سامبل علاش درنا هاد او باش متقراش مونجا لو لوندومان لغد ليه يعني لغد ليه دير هادشي لا فيي لو ايه ابورت ا ديجوني لما ديك الشرفة جابتلو ياكل ا ديجوني جابتلو الغدا ولكن لاحظو هنا لو فيرب ابورتي ماشي في الباسي سامبل فين رجعنا دابا رجعنا في لو بريزون

حتى هو في البريزون صندو زارت الظهر ديالو يعني ماشي الظهر ديالو ماشي ولي من اولياء الله ولا المدينه غتزورو يعني طلعت عليه شافتو عاينتو يعني باش تشوف واش واش الظهر ديالو ولا لاباس لان راه كلا العصا بزاف دونك تشوف ديك البوموده اللي عطاتو واش شويه دارت ندار بخير ولا مازال لو فخوت الميم دون خط بوماد عاوتاني حكاتلو دهناتلو بواحد البوماد اخرى لاحظوا لو فير فخوتي عاوتاني في البريزون ديال البريزون بدا كيكتر هنا اي لو ابوغت اون سويت ا ديني جابت له عاوتاني من بعد باش يتعشى دونك لو فيرب ابورتي توجور في البريزون اي لو فيان سور لو سوار عاوتاني جات في العشيه توجور لو فيرب في البريزون اي لو ابورت ا سوبي وجابت له بحال شي حريره شي حاجه ما ياكل في العشيه بس سيغ لوندومون يعني النهار الثالث نهار الموالي الاخر يعني النهار الثاني اي في اونكور لي ميم سيريموني دارت نفس الصواب دارت نفس القضيه جابت له ياكل الى غير ذلك هنا عاوتاني فاش شوفو لي غيومي راه سي ان بيرسوناج كي بارل سي دير لو ديسكور ديريكت كي يتفو لوي ديزي توجور كونديد مره مره كونديد غوكا دو دي لفيغ ديزي هنا في لامبارفي يعني كي يكررها بزاف المرات كل مره كيسولها يسولها تقول شكون انتي راه معرفهاش هو شكون انتي كل مره تقول شكون انتي كي فوزا انسبيري طون دو بونتي شكون اللي عطاك هاد ال... هاد الطيبوبة وهاد الاخلاق وهاد الخير كله لا بون فام نو ريبوندي جامي غيان هذيك لا بون فامي المراه الطيبه ما كتجاوبوش نهائيا لاحظوا هنا قالوا لا بون فام المراه الطيبه كما كان تيقول على جون ل... داك جاك لا ناباتيس كان تيقول لو بون جاك لا ناباتيس لو لبين... بون لو بيان فيتور علاش كان كيقولوا لو لو بون لو بيان فيتور هو اللي تهلا فيه c'est celui, celui qui a pris soin de Kondi qui a traité qui a accueilli strablo endofdar ou ou elle joue lui a donné de l'argent à elle et il aussi lui qui a traité Pangloss qui a accueilli Pangloss qui a guéri Pangloss ou l'ishe ou les elle Pangloss fatant tala fin de la chose parce qu'il est le bon ou la bonne femme mais je ne vous pas il revint sur le soir il t'as eu tenu l'achiet à là où pas passé simple إنا n'apporta point à souper mais كاع ما ياكل لو دو سوبي هو داك اللي كناكلو تقريبا قبل العشاء بين المغرب والعشاء بحال هكا فيني افيك موا هاد المره قالت ما لا عشاء لا والو قالت له افيك موا اجي معايا ديتال قالت هي اينو ديت مو قالت له ما تقول كلمه ما تسولني ما تحاديني تبعني وصد فمك

المين كونديد دات كونديد لفيرب منو هي الداتو دي غوبي. داتو باغ أن إسكاليي ديغوبي داتو في واحد الدروج بحالة تنكولو الدروج لي شوية مظلمين مخبعين سريين دون أن كابيني دوغي داتو لواحد الغرفة مذهبة ذهبية لاحظوا هنا عاود رجعنا للبريزون يعني فاش كيكون كي القضيه فيها الحركه وتتحركوا وتديروا بعض الاحداث كنرجعوا للبريزون علاش كنستعملوا البريزون بعض المرات في لو ريسي بور قلنا راه بور دوني بحالو بحال لو ديسكور ديريكت بور دوني اون في باش كنعطيو الحياه القصه بحال راه عاد كدور قدامنا الان ما كتوليش ان 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 استوار مورت قصه ميتة قديمه باسي نو نو بحال راه الله كتوقع قدامنا دابا باش علاش باش كنحاولوا نجروا لو ليكتور يحس بديك القصه الله كدوز زعما باش كنأثروا فيه بزاف وغالبا القصص لي كونت الحجايه ديال الاطفال غالبا كنستعملهم في البريزون باش الولد كيدير ايش داك الشيء بحال القصه كتوقع قدامه باش كيبقى عايشه وحاس بها ومشوقه بالنسبه ليه بالنسبه صات واحد لا ميزون لا لا الكابيني هنا هو هو شي شي بيت الكابيني بحال دابا ما تركمشيو عن الطبيب هذيك كتسمى الكابيني ديال الميدسان لو لي سور ان كانابي دو بروكار حطاتو في واحد السد واحد السداري ولا واحد الكانابي دو بروكار بروكار راه شرحنا هنا قالك واحد السداري فيه شويه ديال شويه ديال الحرير الى غير ذلك غون فيرم لا بورت عاود سدات الباب اي سون فا بحالها هذا سي لو فيرب سونالي سونالي هو لو فيرب زعما بشبحالو هنا غنجي غير توجف في البريزون كونديت كروي ريفي كونديت دا كي كيعتقد راسه بحال اللي كيحلم بدا تيشوف راسه بحال حلم راه ماشي الواقع هذا راه الحلم اش كنشوف غوغارد توت سافي كيشوف يعني كيسترجع المسار ديال الحياه ديالو منين داز وهذا بحال كيتذكر الحياه ديالو لان ما الحياه ماغاديش نشوفوها لان هي ماشي شيئ تيتبان لينا بالعين المجره المهم هنا يعني كيتذكر كي الحياه ديالو داك المش داك المراحل اللي عمري نمر كوم ان سونج فينيست بحال واحد الحلم فينيست هو خايب يعني واحد الحلم خايب اي لو مومون بريزون واللحظات يعني الحاضر يعني المضارعة كوم ان سونج اغريابل بحال واحد الحلم جميل جدا الى لاحظتوا هنا عندنا واحد الفيجور دو ستيل سونج فينيست او سونج اغريابل هذا حزن اسميته سميتو حلم كئيب حلم خايب وحلم زوين يعني هنا غتكون عندنا كلمات مضادهم بعدا دونك اي ساجي دو لونتيتيز دونك هاد فيغور دو ستيل هي لونتيتيز دونك غادي نوقف لا فيديو الاولى اللي غتلقاو على كونديد واحد شابيت 7 ومن بعد غادي نكمل لكم على وغندير كونديد جوج شابيت 7 شابيت 7 دونك لحد الساعه شنو هو لو ريزومي لو ريزومي قلنا لحد الساعه بان ديك المره اللي جات خضاتو دادوا لواحد الدار عطاتو البومادا طلت في حول الداوي وكتعطيه ما ياكل وما يشرب باش يسترجع شي شويه الطاقه ديالو وعاد جدته لواحد الدار غريبه دار بعيده وقالت له جلس تمايا فين مشات هي وعلاش خرجت وعلاش خلاتو تما شنو غتجيب له اش غادي يشوف الله اعلم هادشي غادي نكتشفوه في لا فيديو اللي غادي نديرو من بعد ان شاء الله يلا جوفو لاس اي جوفو سويت ان بون كوراج ما تنساوش راه حنا من مباشره مور هادشي غادي ندوزو الاز اون للفيديو زول الفيديو الجوج اللي غنكملوا فيه لو شابيتغ نيميرو 7 السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته